المكتبة العامة قد دمرها داعش، والآن حول موقعها إلى مول. فأردت أن أصنع البديل إلى مدينة الفلوجة وأوضع فيها بصمة. نحاول أن نطور هذه المقهى، نتناول مثلا محاضرة تاريخية أو في علم الاجتماع، مكان ثقافي وتجتمع به بعض وجهاء أهالي الفلوجة ومنهم المثقفين والكاتبين والصحفيين وقسم من أهالي خارج الفلوجة يتعنون لهذا المكان لأن إلى جماليته ومكان هادئ ومكان مثقفين كلش رائع. Thank you.